النجم الخلوق حسني عبد ربه نجم منتخب مصر والاسماعيلي السابق النهارده كان بيطمن الناس على حالته الصحيه. ليه؟ لانه النهارده اتفاجئنا انه تعرض لوعكه صحيه مفاجئه وتم نقله بسببها لواحده من المستشفيات لتلقي العلاج. ده بعد ايه؟ بعد ما كان في ازمه اخيره ما بينه وما بين مجلس اداره الدراويش برئاسه المهندس ابراهيم عثمان، لما تم منعه امبارح من انه يدخل استاد اسماعيليه علشان يتفرج على مباراه الاسماعيلي والاتحاد السكندري اللي انتهت نتيجتها بفوز الاتحاد بثلاث اهداف مقابل هدف واحد. كابتن حسني عبد ربه كتب على صفحته زي ما حضراتكم شايفين على فيسبوك: الحمد لله رب العالمين، أنا كويس، شكرا لكل حد حاول يطمن عليا سواء تليفونيا أو رسائل خاصة أو كتابية على السوشيال ميديا، وآسف على عدم ردي، شوية ضغط عصبي وارتفاع في ضغط الدم والحمد لله بسيطة وعدت على خير. حسني عبد ربه كمان قال انه يعني او كان اتكلم انه في ازمه هي دي اللي منعته من انه يدخل الاستاد استاد اسماعيليه، انه بعد ما دخل من بوابه ملعب الاسماعيلي اتفاجئ بفرد من الامن بيقول له لا انت مش هتدخل، انت مش هتحضر اللقاء، فهنا اضطر انه يمشي، يعني يمشي وما يحضرش اللقاء المباراه ديت بناء على تعليمات مجلس الاداره برئاسه طبعا استاذ ابراهيم، وده اللي دفع الكابتن حسني عبد ربه انه يعني يعرض البث المباشر على صفحته الشخصيه على فيسبوك بيوضح فيها حقيقه الامر قبل ما يسيب الملعب، علشان كده يمكن جاله بقى يعني موقف صعب طبعا وجاله الازمه الصحيه دي. خلينا اخرج من ده سهام ان دايما وزي ما بقول ان النادي الاهلي في حته تانية خالص، ان النادي الاهلي على مر العصور على مر التاريخ عمر ما واحد من ابنائه حتى لو خرج عن الصف عمر ما النادي الاهلي منع احد من ابنائه انه يخش النادي او عمل بانر كده بره النادي ان ممنوع دخول فلان او فلان او فلان. فعايز اقول لك طبعا هو شيء محزن طبعا لحسني عبد ربه نجم الاسماعيلي وعاشق لنادي الاسماعيلي ومنتخب مصر تاريخ طويل قوي، اكيد هو كمان يعني جت على نفسيته ان هو ازاي بيته مش قادر يخش بيته ومنعه نتيجه اختلاف وجهات النظر ما بينه وما بين رئيس مجلس اداره النادي. فعايز اقول لك احنا برضو بنخرج من ده ان النادي الاهلي في حته تانية، عمر النادي الاهلي ما انا ما افتكرش انه عمل كده في تاريخه انه واحد من ولاد النادي الاهلي مهما كان مع اي من ابنائه صحيح خالص مهما حتى لو كان في اختلاف في وجهات النظر مع مجلس الاداره، لا الباب دايما مفتوح والبيت الكبير زي ما انت شايفه سهام مفتوح لكل الناس. فانا بقول الرساله طبعا لحسني، انت نجم كبير يا حسني وكلنا معاك، اولا الف سلامه عليك وان شاء الله باذن الله انا اعتقد ان حسني عبد ربه هيكون لي يعني هيكون ليه شأن في نادي الاسماعيلي. هي كلها مشاكل صغيره وبرضه نادي الاسماعيلي نادي كبير ونادي جماهيري طبيعي وما ينفعش ان المشاكل الصغيره دي فيه تحصل. انا زي ما بقول لك علشان نادي كبير يا سهام لازم يكون الموقف مختلف، ما يمنعش انا واحد عنده تاريخ كبير في الاسماعيليه وفي منتخب مصر انه يخش بيته. اعتقد ده يمكن خانهم التوفيق شويه مجلس الاداره، لكن انا في اعتقادي ان شاء الله الامور هتمر بسلام، وانا بقول ان حسني عبد ربه اكيد هيكون موجود في نادي الاسماعيلي على مستوى اداري او 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 يعني او على مستوى فني. انت عارفه يا سهام اللعيب اللي متربي في النادي وبيكون لاعب منتخب مصر ومتمسك جدا بنادي الاسماعيلي رغم العروض اللي جات له كتير جدا من انديه كتيره أكيد. بيكون عنده غيره يعني عنده غيره، والغيره ديت بتبقى يعني بينتفض لما بيشوف فرقه بتخسر شكل غير حتى شكل الاداري ممكن هو من وجهه نظره. وبعدين لازم تسمع وجهه نظره يعني ايه المشكله انك تقعد مع كمجلس اداره تقعد مع حسني عبد ربه وتقعد مع الناس مع اللي بتحب النادي وتبداوا تتناقشوا يعني بشكل يليق بنادي الاسماعيلي عشان تحطوا حلول. يعني هو ده اللي يمكن حسني زعله شويه، لكن زي ما بنقول حسني لعيب كبير والنادي الاسماعيلي لعيب كبير، نقول له الف سلامه عليك يعني وبسيطه يعني بالزبط. كل حاجه بتتحل يعني ان شاء الله طيب.